هلا اول ما طلعت نتائج الثانويه انا شفت والدها انه حاط على الفيسبوك انه بنتي جابت هيك هيك، جابت 95 و7.5 بالعشره من البين. انا عملت شير للبوست وكتبت انه مبروك والمباركات والشغلات هاي، وانه لازم نوقف مع هذا الزلمة، لازم نعمل اشي بحق هالزلمة هذا. فالحمد لله فجأة انه واحد ببعث لي اسمه ورد الحسبان، هو كمان مبادر من المبادرين اللي معاي، فايهم يلا نعمل واتساب، يلا نعمل جروب. تمام ما في اي مشكلة. عملنا انا وياه وفوتنا ناس ودخلنا ناس على الجروب. اول ما دخلنا على الجروب شرحنا للناس انه احنا شو هدفنا، كان هدفنا انه لا دعاية ولا اعلان ولا نذكر حتى مين احنا. الناس كلها هنا تحبني، وأول يوم عملت إيه حاجة بسيطة كده مع نفسي الأولاد، لقيتهم تاني يوم عاملين لي عرس جامد، جابوا فرقة وجابوا كنافة وجابوا بيبسي وجابوا كراسي، ولحد النهاردة صار لي 5 أيام كل يوم ناس رايحة وجاية، ما اشتغلت ولا يوم.